السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لأول مرة تشوفنا ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة معانا موقع حصري ممكن تحقق منه في اليوم دولار وأزيد. دي واجهة الموقع، الموقع لسه جديد. دي واجهته، طريقة التسجيل في الموقع بتدوس هنا، بتحط الاسم والايميل والباسورد الاسم والايميل وعادة الايميل والباسورد وعادة الباسورد، وتحدد الجنسية ذكر او انثى، وبتيجي من هنا اسم البلد زي ما انت سايبه زي ما هو كده، وهتحط تعلم على الكواتشة، هتعلم على الشروط، وهتقوم جاي ايه داخل تسجيل. طريقة الدخول في الموقع، هتكتب هنا الاسم والباسورد وهتعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع من الداخل. طريقة الربح الموقع بتيجي من هنا، أول حاجة بتشوف الفيديوهات دي، بيديك على الفيديو 30 من الواحد 30 من الواحد سنت. ازاي 30 من 1 سنت؟ يعني عندي هنا 7 سنت و74 من السنت. هندوس كده شوية الفيديو، هيصلك عداد هنا اهو فوق اهو، الفيديو هيقعد دقيقة. زي ما انت شايف كده اهوت، انتوا شايفين خلص 60 اهو. بص كده اتضافت، هدوس هنا هيوجهني للفيديو اللي بعده اهو، وحسب لي بقى 8 سنت. دي اول طريقة للربح من الموقع. تاني طريقة بتدوس هنا، تاني واحدة يعني شايف الفيديوهات برضو هتجمع منها، ودي بقى مشاهدة الاعلانات دي برضو هتجمع منها مبالغ يعني برضو كام سنت. هتدوس هنا كده هيظهر لك مؤشر اهو، المؤشر ده من للاخر هتاخد قيمة برضو 30. خليكم معايا الاخر وشاهدوا الفيديو للاخر عشان اهم حاجة اختصار الروابط فيه مش زي اي اختصار روابط. اختصار روابط فيه ليها طريقة تانية، بتاخد الكود بس بتزود على الكود حاجة تانية، فاللي مش هيشاهد الفيديو للاخر مش هيقدر يشتغل على اختصار الروابط، اهم حاجة في الموقع. زي ما انتوا شايفين كده الفيديو خلاص، بص المؤشر خلاص ملا اه حسب ايه القيمة بتاعته. هقفل الصفحة دي، هعمل ريفريش للصفحة اهو، ضف القيمة. هنيجي على تالت حاجة بقى، اهم حاجة اختصار رابط فيه. بصوا قيمة اختصار رابط قد ايه، وكل رابط بواحد سنت، يعني من هنا تجمع لك دولار اقل حاجة من هنا. طريقة اختصار رابط فيه ازاي، هندوس كده على الرابط، هندوس تاني هنا كده، خليكم معايا ولاحظوا اللي جاي ده قوي. معلش النت واطي شوية. اوجهنا للصفحة اللي انتوا شايفينها دي، هتلاقي هنا رابط، هنا تحت الصورة هتلاقي رابط، هتدوس عليه. هيوجهك لصفحة تانية، هي لو النت سريع مش هتحس بيها، هتلاقيها كلها سريعة. في كواتشة المفروض تظهر، هنستنى بس شوية لما تظهر. هندوس هنا كده، لو الكواتشة ظهرت هنحل الكواتشة، ما ظهرتش هندوس هنا كده
مفيش كباتشة خالص ظهر، هنخش على طول على الموقع كده. كويس جدا، هندوس هنا. الناس كلها عارفة طبعا الكباتشة بتتحل ازاي. اهو هتجيب بقى الرابط منين، دي اهم حاجة. الرابط بص هنيجي من فوق هنا، الرابط اللي هو في الصفحة ذات نفسه، الرابط الطويل ده هنيجي من بعد الشرطتين هنا، هنزود ام، هنزود ام وعلامة الدوت اللي هي النقطة اهي، وهناخد الرابط على كده كوبي نسخ، وهنرجع تاني للصفحة بتاعتنا نحطه بيست، وهنعمل ليه ما تقبلش. معلش الرابط اتاخد غلط، هنمسح الدوت وناخدهم كده. لازم بعد الشرطتين، انا خدت بعد شرط واحده، هنحط ام ودوت وناخد الرابط نسخ، وهنرجع تاني للصفحه هنحط لصق ونعمل زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقه الشغل على الموقع في تكسير الروابط، هي سهله مش صعبه، بس انت ايه هتعملها بسرعة معاك. بص انا كده ايه، ادوس هنا اتحسب لي 9. هنجرب واحد تاني معلش، اهو هندوس كده وهندوس هنا سريع بقى كده، وهندوس على الرابط تمام. جه الرابط فوق اهو، جه العداد بيعد فوق اهو، خدوا بالكوا. هنقول له خروج، اهو ودانا للصفحة على طول برضو كده. ايه مفيش كباتش ولا حاجة. هنيجي برضو من هنا كده، هنحط ايه ام ودوت، وهناخد رابط الموقع ده كبير قوي. شوف في كواتش ولا لا، تقريبا مفيش. هنخش تاني على الصفحة وهنحط ايه بيست، ونعمل غلط ليه، جربنا واحد تاني. هنحط ايه الام والدوت برضو. لو انت شغال على هاتف مش محتاج ان انت تحط الام ولا الدوت، تشتغل عادي خد الرابط على طول وحطه ايه في المربع ام ودوت. نسخ، تمام اهو كده زي ما احنا قلنا. هتيجي عند اخر الرابط وهتحط ام ودوت، وتعمل ايه لو انت شغال على موبايل هتاخد الرابط كده على طول من غير ما تحط ام ولا دوت، وتقوم جاي حاطه هنا وتدوس ايه ده خط كده اهو كده ايه
انتهينا من شرح الموقع. الموقع اي استفسار عن الموقع سيبوا لي رابط اسفل الفيديو وانا هرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش دعمونا بلايك، والناس اللي معانا دعمنا بلايك، والناس الجداد اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلهم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.